في دورة الرابعة. أول خطرة ماما يدنوا المرة الأولى النجمة ويسبقوا ربي ليلة الأولى، وبعدين يصبحوا مغد ويقولوا هيا نعمل الرحي، ينصبوا البيوت ويعملوا الرحي، وبعد ما ينحوا الرحي يحطوها منا ومنا، يعملوا العصيدة، وبعدين يجيبوا يحطوا التمر، وبعدين يعملوا إيه، وبعد يعملوا البسيسة اللي يعملوها كعبيش ويعطوها. وفي الليل يذبحوا عاد يبدو يطيبوا في الليل عاد البت الحن. في إطار برنامج وزارة الشؤون الثقافية تثمين التراث المادي واللامادي، أطلقنا المبادرة هذه في مع مهرجان تراث على السيد عبيد، اللي هو توثيق وحفظ جوانب من التراث الخاص بمجموعة على السيد عبيد. انطلقنا الدورة اللي فاتت، حضرنا المعرض نتاع المقاومين، وبدينا مواصلين إن شاء الله في جمع بعض الخرائط والمخطوطات والوثائق التاريخية اللي تثبت يعني وصول وانتماء القبيلة هذه، باش نوصلوا لمشروعنا الكبير ونحققوه إن شاء الله، اللي هو جمع وتوثيق تراث مجموعة على السيد عبيد، تراث معاداتهم الغذائية، تقاليدهم، أماكن ترحالهم، تاريخهم في المقاومة الوطنية، تراثهم الفني كيف المتمثل يا إما في الوشمة أو في الغناء، خاصة النمط الركروكي اللي معروفين به مجموعة أولاد السيد عبيد. إذن هذا هو مشروعنا، إن شاء الله مازال متواصل مع قادم الدورات بتاع مهرجان تراث أولاد السيد عبيد. السيد عبيد نجيب ومن هيني نرقم الكتاب، وترزق ايدي الرب عسيل، وراجل فاتح من الاقطاب، الرضاهم لابد يزيل وتتشرع للخير ابواب.